النهاردة الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أنه اتقفل باب الترشح للانتخابات الرئاسية. معالي المستشار أحمد بن داري المدير التنفيذي للهيئة قال أنه لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات طبعا هي بدأت عملها من يوم 5 أكتوبر وانتهى عملها النهاردة، وقال أن احنا تقدم عندنا 4 مرشحين هم بقى الأسماء النهائية، يعني عندها طبعا هيتم إعلانها، بس طبعا كلنا عارفين أن في 4 مرشحين اتقدموا بأوراقهم بالفعل: المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، المرشح فريد زهران، المرشح عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري. بالمناسبه دكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد النهارده طلع قرار بتشكيل حملته الانتخابية اللي هتكون برئاسته. كمان حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي ما زالت طبعا بتستقبل الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية المشاركين في الحملة في إطار طبعا دعم المرشح الرئاسي وكمان حث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات.